ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ووافق عدد من النواب بشكل مبدئي على مشروع القانون على أن يستكمل المجلس المناقشات في جلسة قادمة. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش خلالها تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ووافق عدد من النواب بشكل مبدئي على مشروع القانون عقب عرض تقرير لجنة الإسكان. أرى أنه لابد من وقفة أمام مشروع القانون الذي أعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جموع المواطنين لما له من أهمية خاصة. في هذا الصدد أتقدم لحكومتنا الرشيدة بوافر الشكر والتقدير على تقدمها بهذا المشروع. أنا شايف أنه هو هيعمل انفرادة كبيرة وفي نفس الوقت مصدر من مصادر تعظيم موارد الدولة وبيحقق العدالة الاجتماعية، لأن أنا من خلاله هطور البنية التحتية، هتوسع في المساكن لمحدود الدخل والمتوسط الدخل، وفي نفس الوقت هو هنا مأكد لي على حاجة كويسة جدا ان الاصل العام هو ازالة المخالفات بينما التصالح هو الاستثناء، ده برضو عشان عدم التمادي. وبناء عليه يا سعادة الرئيس يعني وافق من حيث المبدأ وضع المجلس الموقر الموافق. وخلال الجلسة قرر رئيس المجلس إحالة مشروعي قانونين في الموضوع ذاته مقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والنقل والشؤون الدستورية لدراسة وإعداد تقرير بشأنه. وشهدت الجلسة حضور وفد من فيتنام برئاسة نيجون دوك هاي عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن يواصل المناقشات في جلسة أخرى.